السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل اللاندسكيب بتاعي، أو عايز أعمل منطقة يكون جزء منها مية وجزء التاني يكون تراب. فهاجي هنا في الريفت وهقول له تو سوليد من السكتش ده، من أول ريفت 2024. قبل كده كان شكله مختلف أو التولز مختلفة. وممكن مثلا أرسم مستطيل اهوت، مستطيل عادي خالص. اها، ناقص بقى ان انا احط الماتيريال بتاعته، اعمل سيلكت عليه واروح للايديت. طيب ولكن مثلا هخلي الماتيريال بتاعته هنا واعملها جريس، تمام. ممكن اغيرها اعملها مثلا ساند، بيقول لي ان مفيش ساند فوق لكن موجود تحت. فانا هبدأ اشوف اقرب واحدة اللي انا عايزه، وليكن مثلا ديت. لما بتدوس عليها مرتين هو بيضيفها للمشروع بتاعك، فتقدر تعمل سيلكت على ساند وبعد كده تقول له اوكي. طيب انا عايز بقى جزء منه اخليه مية، فاقول له سب ديفايد اهوت، ونبدأ بقى نرسم الجزء بتاعنا. ممكن مثلا ارسم مستطيل بالشكل دوت، لكن الحتة دي كده هعمل لها قط وابدأ اعملها على هيئة اقواس، او ممكن الشكل ده يبقى جميل. بالشكل دوت الجميل اللي انت تقدر تعمل سيلكت وتغير فيها زي ما انت عايز. طيب هقول له اوكي، واجي بقى اعمل سيلكت على الجزء دوت ونغير له الماتيريال بتاعته، نخليها ووتر. هو بيدور في المشروع برضو، بيدور في المكتبة. طيب موجودة في المشروع اهيت ووتر. محتاجين بقى نشوف الحاجة بتاعتنا هنا. ممكن اقول له انا عايز اشوفها رياليستيك، طبعا تبقى افضل حاجة اهوت. وممكن تقول له طبعا عايز اشوف مثلا كاميرا، مثلا من هنا لهنا. وهقول له ان انا عايز اغير تكتشر بالشكل دوت، فيوريك المية وبعد كده التراب. طيب ممكن انا اجي بقى ايه في الليفل دوت، اعمل سيلكت مثلا على الجزء ده، هلاقي ان هو مديني موديفاي سب اليمنت، ان انا اقدر ان انا اعدل بمعنى ايه. هعمل سيلكت مثلا على النقطة ديت واغير الارتفاع بتاعها وهكذا. يعني هنا مثلا على الزيرو ممكن اقول له مثلا خليها 100 مثلا، تمام. ممكن اضيف نقطة في النص، ماشي. يعني ممكن هنا النقط دي اضيفها لمجرد ان انا بس ايه ما تتحركش، تمام. واضيف هنا نقطة لان في تبة، هي دي اللي انا ايه هلعب فيها، بحيث ان الشط نفسه ما يحصلش فيه تغيرات كتير. هنا مثلا 32 ممكن اخليها مثلا 50 مثلا، تمام. ونرجع بعد كده لل 3D، هتلاقي فيه نقط كتيرة بدأت انها تتغير وتطلع وتنزل زي ما انت عايز.